بكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، نتواصل معكم في النصف الثاني من صباح الشروق. تحايا الود والتقدير والاحترام للذين انضموا ليتابعونا في بقية فقراتنا لهذه الحلقة. أهلا بكم مرة ثانية وصباح الخير، ومتعودين دائما في الثانية نبدأ في الأخبار السياسية وتحليلها عبر الأستاذ أسامة عبد الماجد، رئيس تحرير صحيفة آخر لحظة. بنقول لك صباح الخير عليك. مرحبا عليكم السلام، صباح النور. صباح الخير أسامة. نبدأ معك أول أخبارنا وتحيانا للتأكيد لزملائنا الصحفيين في موقعنا على الإنترنت الشروق.net. أنباء عن تسمية 4 كتل من قوى الحرية لمرشحيها بالسيادة. ترددت أنباء صحفية عن حسم 4 كتل من 5 مكونات لقوى إعلان الحرية والتغيير وترشيحاتها للمجلس السيادي باستثناء قوى نداء السودان التي لم تتوافق بعد على مرشحها في المجلس السيادي المتوقع إعلانه خلال الفترة المقبلة. وقال قيادي في قوى الحرية والتغيير فضل عدم الكشف عن اسمه وفقا لقناة RT الروسية. قال إن الكتل 4 سمت مرشحيها من أقاليم السودان المختلفة، حيث رشح تجمع المهنيين طه عثمان المنحدر من غرب السودان، بينما اقترح المجتمع المدني فدوى عبد الرحمن طه المنحدرة من وسط السودان. وأضاف أن تحالف قوى الإجماع رشح صديق تاور المنحدر من جنوب السودان، فيما جاء بابكر فيصل المنحدر من شمال السودان مرشحا على التجمع الاتحادي. وتنتظر الأطراف السياسية أن تتوافق نداء السودان على مرشحها لتكتمل ترشيحات قوى المعارضة لقائمة المدنيين في مجلس السيادة، ليتم بعدها اختيار المدني السادس بالاتفاق مع المجلس العسكري. وفي ذات السياق يشار إلى أن اتفاق الوثيقة الدستورية حدد تواقيت معينة لتسمية أعضاء المجلس السيادي واختيار رئيس مجلس الوزراء الذي بدوره يقوم باختيار وزراء حكومته من خلال القائمة التي ستدفع بها قوى إعلان الحرية والتغيير. لفت نظري في الخبر ترشيحها قوى المعارضة لقائمة المدنيين في المجلس السيادي، يعني لسه موضوع معارضة وحكومة عموما. المعايير اللي حتتبعها قوى إعلان الحرية والتغيير في الاختيار هل حتكون إقليمية فقط كما هذا الخبر؟ طيب، بداية واضح جدا الحديث الذي دار في الفترة الماضية غير صحيح، بأن لن تكون هناك محاصصات، لأن هذه هي محاصصة جهوية، حتى إن لم تكن محاصصة حزبية فهي محاصصة جهوية. بالتالي الآن ما من سبيل أمام قوى نداء السودان إلا اختيار ممثل من شرق السودان. لو لاحظت أن هناك ممثل من جنوب السودان هو صديق تاور، من تحديد هو من ولاية جنوب كردفان، هناك ممثل لقرب السودان، هناك ممثل للوسط، ممثل للشمال. بالتالي ما من سبيل أمام نداء السودان إلا اختيار ممثلهم أن يكون من شرق السودان. ومعلوم أن كافة القوى السياسية في الحرية والتغيير لديها ضعف في عدد الكوادر من شرق السودان. على كل الخيارات بهذه الطريقة بكل تأكيد لن تكون مجدية، لن تكون مفيدة، لكن هو الواقع الذي ربما فاض وحتم على الحرية والتغيير أن تمضي في ذات الاتجاه. لكن واضح جدا في الفترة القادمة ستكشف كثير من الحقائق، أنه مسألة أن لا جهوية ولا مناطقية ستكون بعكس ذلك، سيكون هناك حضور للقوى السياسية بشكل فاعل، لأنه الآن معلوم حتى أن اتفاق السياسة نص أن يكون هناك شخصيتين حزبيتين في مجلس الوزراء القادم، وربما الباب ينفتح أكثر من ذلك من خلال مطالبات الجبهة الثورية، لأنه الآن حتى الآن الجبهة الثورية رافع راية الاحتجاجات، وربما تمضي في اتجاه أن تسمي شخصيات سياسية قيادية من حركات المسلحة. بالتالي في هذه الحالة ستنتفي تماما صفة أن حكومة حكومة مستغلة. نعم. وهي حكومة كبيرة. طيب، إن سلمنا بالاختيار حسب المناطقية هذه، الأشخاص ديل طه عثمان، فدوى عبد الرحمن، صديق تاور، بابكر فيصل، نتحدث عن خلفياتهم وكفاءتهم يعني في هذه المرحلة في مجلس السيادة تحديدا. طبعا كل الأحوال هم شخصيات سياسية، بابكر فيصل هو قيادي في التجمع الاتحادي للمعارضين، صديق تاور هو قيادي في حزب البعث، يعني الأحزاب حاضرة الآن في مجلس السيادة، وهذا لا ينفي أن يكون الحضور كذلك في مجلس الوزراء بطريقة أو بأخرى. لكن على كل لا ضير أن يكون في مجلس الوزراء والسيادة شخصيات سياسية أو تنتمي إلى الأحزاب، أنا لا أرى أن هذا الأمر فيه غضاضة، وكذلك ولا الأمر الخاص بالجنسية المزدوجة، لأن البعض زعم في الاتجاه أن لا يكون هناك تسمية لكل وزير حامل لجنسية أجنبية، وهذه هي في ظلم للكفاءات والكوادر الموجودة خارج السودان. طيب، احنا يعني
نتكلم عن انه في الفتره الجايه في توقيع نهائي للوثيقه الدستوريه، ويعني تغيير في السودان منتظرين من خلاله تغيير في اصلاحات ممكن تكون في الشان السياسي، اصلاحات في التدخل السياسي الذي اصاب البلاد. نتكلم عن ما بعد الاتفاق، ما هو المتوقع بنظره صحفيه؟ طبعا بكل الاحوال ليس من الجيد ان يكون المواقيت التي تم الاعلان عنها ان الحكومه اول اجتماع للحكومه سيكون في اول سبتمبر، تشكيل الحكومه في 28 منه حيمثل ضغط كبير، يعني بكل تاكيد هذا سيمثل ضغط على الطرفين على المجلس العسكري وعلى الحريه والتغيير. يجب ان لا يتم التغيير بشكل دقيق بالمواقيت التي تم الاعلان عنها، ربما هناك بعض الترتيبات الداخليه، لكن بكل الاحوال اذا تم تشكيل الحكومه او كما اشرت التحدي كبير مع الحكومه المقبله، يفترض ان تكون البدايه بالشق الاقتصادي، لانه معلوم ان اصل المشكله السوداني هي مشكله اقتصاديه ذات صبغه سياسيه يعني متداخله مع بعض. الملف الاقتصادي هو سيكون حاضر بشكل كبير في الحكومه المقبله، سيمثل تحدي بشكل واضح لكافه الاطراف بما فيها المجلس العسكري.